لو ابني ما لعبش هتمشي كلكم من نادي الزمالك، الجهاز الفني كله بالمدير الفني بتاعه. ده الكلام اللي قاله كابتن فاروق جعفر نجم الزمالك او لاعب الزمالك السابق، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. وقبل التفاصيل، لو انت اول مره تشوفني فانا احمد القاضي، بشتغل في الصحافه الرياضيه، واي حاجه هتلاقوها هنا على مسؤوليتي، اي خبر هتلاقوه على قناتي او على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك هيكون على مسؤوليتي، وما بتكلمش غير في الحاجه الحقيقيه فقط لا غير، لاني لن انتمي لاي نادي في مصر اذا كان اهلي او اذا كان زمالك. ولكن في الفيديو ده هنتكلم طبعا بعد الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك الجميل للفيديو ده، هنتكلم عن احمد عبد الرؤوف مدرب عام نادي الزمالك السابق في عهد المستشار مرتضى منصور وفي الجهاز التابع للفرنسي باتريس كارتون. بيقول لك يا سيدي ان كابتن فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بعت لهم رساله عبر تطبيق واتساب وقال لهم فيها لو ابني سيف ما شاركش او ما لعبش مع الفريق الاول او ما لعبش يعني في نادي الزمالك اعتبروا نفسكم انتوا كده كده هتمشوا. لا، وبعد كمان نفس الكلام ده للفرنسي باتريس كارتونون المدير الفني للفريق الاول بنادي الزمالك. باختصار كده ده كل اللي حصل. اتكلم ايضا المدير العام السابق لنادي الزمالك احمد عبد الرؤوف، وطبعا هو مدير فني في فريق بورتو اللي بيلعب فيه القسم الثاني او في الدرجه الثانيه. قال لك ان انا كنت مقتنع جدا باداء سيف فاروق جعفر وشايفه انه لاعب مميز جدا ولاعب موهوب جدا، ولكن تعندا في الكلام اللي قاله كابتن فاروق جعفر اكيد اكيد خلاص انا هكبر دماغ من اللاعب ده حتى لو هو لاعب مميز. ودي المشكله الكبيره جدا اللي حاليا موجوده في كره القدم. في لعيبه في القسم الثاني، في لعيبه في القسم الثالث ايضا مهاريه ولعيبه وعندها عايز اقول لك كده مهارات وعندها مثلا موهبه اكتر بكتير جدا من اللعيبه اللي موجوده عندنا في الدوري الممتاز. في لعيبه في الدوري الممتاز حرام انها تلعب اصلا، ولكن شغل الوسائط زي ما احنا عارفينه او شغل مش عايز اقول لفظ كده مش لطيف، ولكن نقول خليها نقول ايه شغل المحسوبيه والواسطه فقط لا غير، هو اللي بيخلي ان لعيبه مميزه وموهوبه ومكانها في الانديه الكبيره جدا ومكانها بره مصر ما تلعبش اصلا في انديه، وممكن كمان مش ما تلعبش في انديه، لا ده ممكن كمان ما تلعبش اصلا خالص في حياتها، يعني فاهم حاجه؟ يعني ممكن حتى ولو لعب يلعب في درجه رابعه او درجه ثالثه مش معاه واسطه، يا عيني مسكين ما فيش حد مكتشفه مع انه موهوب. موهوب عنده المهاره وعنده الموهبه وعنده كل حاجه يمتاز بيها لاعب كره القدم موجوده عنده، يعني نقدر نقول كده ان هو لو راح اي لو هو بره كان لو بره كان عدى جدا كمان، مش عدى بس ده كان عدى جدا. وتعالوا مثلا تعالى ننزل دلوقتي مع بعضينا ننزل بس الصعيد، هقول لك الصعيد والارياف يا سيدي، وشوف ايه اللعيبه اللي هناك، هتلاقي لعيبه مميزه بطريقه غريبه الشكل، لعيبه مميزه بطريقه غريبه الشكل، لكن مالهمش حظ ومالهمش نصيب، ولما يكون ليهم نصيب يا عيني ربنا يرزقهم بواحد، ربنا يرزقهم بواحد. صاحب شركه استثمار رياضي يروح ويضحك عليهم وياخد منهم الفلوس ويوهمهم وهم موهوبين بالفعل، ويبقى مضيهم على شروط جزائيه بمبالغ هم اصلا مستحيل يعني هم اصلا ما شافوهاش قدام عينيهم علشان يقدروا انهم يدفعوها، ما شافوش المبالغ دي قدام عينيهم قبل كده في بيتهم ولا معاهم ولا مع والدهم ولا اي حاجه، ناس فقيره بس ناس عندها موهبه. فين بقى اللي يتبنى الشباب دي وفين بقى اللي يتبنى اللعيبه دي؟ ولكن لو فضلنا بنفس الشكل ده وبنفس المحسوبيه وبنفس الواسطه اعتقد ان احنا عمرنا ما هيبقى عندنا فريق كويس، واعتقد كمان عمرنا ما هيبقى عندنا منتخب كويس. اشترك في القناه واكتب لي رايك في الفيديو ده.